إلهي هو نحرسته إلهي سردوي إلهي وقف ونكسن بوها ومدى تنوى ذيك عفية الدنباء وهو ذيك إلهي سردوي إلهي وحن كاقبرنا إن هذا نحرسته هذه تلنسيسه قبرك أو واسعيسه قبرك أو نورته مانتا اسكايز سوغنمي وحيلات هاي نين كدد بدلين بشرو واركي دسك الى هي نحريسي سالكاسو انو غمبوشي انو غروا كدرنا الى هو نغا اقبل الى هو نغا اقبل الى هو بتري غدي وغد بي اي انو تل شوقي الى هو نحرس الى هو نحرس إلهي ابن حريص آمين آمين ماشي قريب إنه سكوني إلهي وحنا كبر ينا إنه إلهي كنا دي جيو قدام بدافه وأنا قرن بوها نن سومالي يدو قرن كوها نن سومالي لان وها نن جيس كأفريقيا ولا جاي قام بوها إلهي وحنا كبر ينا إنه إلهي قدام بدافه وكنا دي جيو كنا الفردوسة إنه جنا إنه قدام بدافه ساسن إلهي كبر ينا أنت نسوني بدو وين تو دعاء دعون وح إنه جا إنه كو إنه وقبان كرنا ودعاء سوى نحسنو هير قرنا والله والله سقوطي دولة دي سومالا عدم مغنا قرنك عدم مغنا ضدك أف سومالا كوحد لينا كله أنت إما كرس تيمي إلهي وح إنه كبر ينا دمان تيم بن إلهي وقدم بدافو أنت سن إلهي وكبر ينا نقرن سلاس ووشي أجي قدوميه نقرن بوها أنا قرر ده أنا قرن أيه إلى أيه وأنا قيني دوري تضباطن كي ضدك بدي وابد يقيني تاريخ تصل الله هي ما قع تصل الله هي مركا إلى هي وحنا وقبرينا إنه إلى هي قدام بدافو إهل دي أنا وحنا إلى هي ولا سمرية إيمان إلى هي أذكسي سمرية إيمان دمان تيم بس سمرية إيمان قرن كوردن سمرية إيمان إلى هي أكسيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينتي وإلهي مدينتي وإلهي مرحوم كائن تشوفنا جيري دي سي محمد إبراهيم وعها هل جمع دبا وعها هل يقرن وعها هربوت كي يقع النجا وعها ندود يدب يدلغات يدبع عد انت بس كتر صدي وعها لبا معالين ولبا دي سما لبا دبا لغا فايدي وحوها الدنيا ذن كوركي ذا للالكا إن وده هو ديسا إيه نسكوة ده هاي سرنو نوحوها كسومي وحوها الدون كواني ما نوح للعكين قرب كنعو تاوحا كمر خاتيا وحو يري لعقا يويد لغو يري ودو ودا ويد لغو يري وده هايلا سو قرين هاي كتبيني ويسلبوا محمد إبراهيم ويسقاب بقولته إلا قلت إذا نو مدي هاي وحين ولا أنا هاي ما يم حاتري أنت في الصومال كل هذا شو كان يتم حن ما القدر كم بدي من وحين ولا أنا هاي الله هون حارست إلى هاي قبر جهون نوره إلى هاي أش هكذا سيو إن كان الله النقطة طبعا حارست هاي اللي أدي أو كتجينا الله سميري ما كسيو ومدة الصومال أنا سميري ما الله كسيو أنا قبل هذا يلا سبيري من الله كسيو إلى هون نجا قبلوا إركضا فرها بدل العيال أتي من الصوحة درتي إلى هذا كأقبل إلى هذا كأقبل الرحيم محمد إبراهيم أرسمي هدراوي وما أنت مرحومة إلى يوم نحرسته ما أنت وحنا قبل إنه قبل هيو كلها وحوي إنه الود عينه وين سامحنا دانير كنا قضاء إبراهيم هدراوي وها هدراوي حقف بالآدم يقول إن وسميها أنتي سوون أحسن أنتي سحنا وانية نوانا كتشعل بوها نمان الدوية تنقل هاي بوها نروحوها وروحوها يو مركز أنتي سوق شو ككلا كسي بهان وجد بيا أيوها وحنين تذكر بالآدم قال إنه عدالة كن ولا ضو إنه إنه عريض كن ولان إنه إنه ديكتاتور يقف حول هاي سمين ما أدون النقل أيوها نفتي سنة وحوري أنتوا نورا سيقف كبالآدم كحرية يقيم أقول نوران لها وحكروها قف إلهي كبغة الدون إلهي بها إلهي كبغة لبدي سفه أقول أنا أسمع بالآدم يقول لها لها ولها الدون عبس بدون إلهي كعبس دوها إلى الدون تتكون نحوها إلهي ونحرسته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما أنت وحي نتشوقنا أسكي قرن اللون سميي محمد إبراهيم ورسام حضراوي وكو غيريو دي ما أنت شالي كو غيريو دي عاصمة دار جيسا إلهي وحينو قبرينا مركو قوه ريسا دونكا أينو إرقيدة هنهاي كبحي قرنكا سومالي لان إيو دمان إنتا أفكا سومالي كو هذا الشبا إلهي وحينو برينا سبحانه وتعالى جلنة الفردوس الأعلى إنو جيو إلهي وحينو قبرينا إنو قبرقو النورو وروضة من رياض الجنة بير بيرها شانا الله وقدقو إلهي بدل خير خبا الله ينقصيو سبر يا إيمان قلوب تا مؤمنين تا أردن يددك إهلدا يا قرابتنا إلى يكو عمرو وحان رنتي هل كان وقت عسين يا أن مدحوينا قرن كتموريد سومالي لان يا دمان أمد أردن أمد دهر سومالي لان يا أمد هكالة سومالية أردن إنو إنك بحينين هل يا أو عدكيسا أين الله نولين أو ما أنت إنو قدقن aan halkii uu ku jiray Axmed Shawqi ninkii la oran jiray Carabta oo dhan ay u bixiyeen Amiru Shucara Amirkii aan Suugaanta ayuu ahaa intii u dambeysayna wuxuu laazimay cibaadada oo xagga Alle ayuu jeestay oo baahda culimada ayuu daris la ahaa oo munaasabad walba wuu taagnaa oo khayr ah horena bulshada ayuu dareenkooda u cabiri jiray ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala in uu ergaan u nahay ergada naga aqbalo oo dambigiisa dhaafo oo dambigii mu'miniinta soo xaadirtayna dhaafo dambiga maytaadkeena oo dhana dhaafo sabr iyo iimaan sabr iyo iimaan ala taymar agweyn baa u kacay marxuumka maxamed ibraahim warsame hadraawi intii ka hadashayba intii bini aadan lagu tilmaami lahaa intii ugu wanaagsanayd bay ka sheegeen halgamaabu ahaa cadaaladdu waa halgamayey dulmigu diidanaa halgamaabu ahaa diintu uu halgamayey intaba afkiisa iyo adankiisaba waa ugu hiiliyey waxaanaan isleeyahay maanta intaa uu soo qabtay waa intaa inteena halkaa isugu timi ina soo kaxaysay ee isu keen keentay ee maydkiisii ina ka daba keentay ee maydkiisii soo raacnay inteena intaa leeg hadda inu soo nimina in looga malaa'igihiina way nala socotaa waa markhaati bay ka tahay qofka ilaahay uu dadkiisa badiyo u soo raaca xabaasha u soo raaca inay malaa'igiina weheliso ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qabriga u nuuro qaranka oo dhan waan ka tacsiyeynayaa ehelkii baan ka tacsiyeynayaa dhammaanteena waan idinka tacsiyeynayaa mar labaad waxaan leeyahay ilaahay godka ha uga dhigo godadka ugu wanaagsan ee lagu soo dhaweeyo dadka ahlu jannada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay waxaan uga baryaynaa maxamed ibraahim warsame inuu ilaahay jannadii firdowso uu geeyo ka waraabiyo dembigiisa iyo ka waalidiintii iyo islaamkamana ilaahay uu dhaafo ilaahay saasaan uga baryaynaa ilaahay deeqdiisu way badantay ilaahay saasaan uga baryaynaa waxa weeyaan anigu waxaan ku hadla garan maayo waxa weeyaan dadka kale dee bini aadanka waa la burdo waa dhibaatmo dhacbu ka socda hadduu wasiirinto wasiirkana leelay haddii nin lacag lahe dhinto nin lacag la helaya haddii mim kale buu dhinto min kale kalea la helaya annaga waxa weeyaan aniga oo goblan baan taagnay maanta nin kaleoo halkiisii ii soo gala ma hayo oo ma ii soo dhalanayaa ma jiro way dhammaadeen ilkii intii ugu dambeysay buu ahaa marka dhaqankii iyo dadnimadii iyo wixii xaqu joogii halkaasaanu waxaan u malaynaynaa kaga badan baan taagnay annaga noo soo duceeyay intayada hadhay in haddii la ilaahay sidaasoo kale aaskeen ilaahay noola kulmiyo dalka iyaga iyo dadkaan ku dhaqanno isagana waxaan maanta garan lahaa afar ku jira afar nin oo la midi hadday nool yihiin maanta wax badan baanu qaban lahay waan garanayaa waxa u taag weyday in afartayadaasaa ka adkaan lahay laakiin ma hayate بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت أو مخلوق أنت على يقعد سوي مي أسكي الله نحرس تابوان كيني وينا قوينيان كي
macalinkii maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay rawdatu min riyaadul janna ha uga dhigo ilaahay innagana samiriya iimaan ha inaga siiyo ehelkiisa ilaahay samiriya iimaan ha ka siiyo ilaahay samiriya iimaan ha inaga siiyo ilaahay ummadda reer somalilan ummadda soomaali oo dhan ummadda islaamka ummadda adduunka ee uu u doodi jiray ilaahay intaba samiriya iimaan ha ka siiyo hadraawi ummaddu oo dhan baa taqaana sugaantiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa intii xasan garay ka yidhi iyo dadkii is yaqaaneen baa ku filan iyo siduu ahaa sugaanta ugu xeel dheer ee soomaali tiriso iyo ta ugu badan waxay la tahay marka sugaanta taariikhda sugaantaba dib loo raaco ninka Jalaaluddiin Ruumi la yidhaahdo oo lagu sheegayo sugaantiisa inay 10,000 oo beyd gaadhay ayaa hadraawi la mid yahay marka soomaali taariikhdeeda dib looga sugaantii ugu badnayd oo qofkii tiriyey waxaa u dheer noloshiisa oo dhan wuxuu la dagaalamayey waxa la yidhaah hunguriga dagaalka ugu weyn hunguri buu ku qaaday iyo iimaan xumo iyo saqajaanimo waxaanu akhlaaq wanaagsan buu ku doodi jiray iyo han iyo hunguri hankana uu dadka ugu dhiirigelin jiray hungurigana waa ka wacdin jiray waa kala dagaalami jiray hanku ma aha kan siyaasadda ee kursiga lagu doonayo ee lagu cararo waa kii uu isagu sheegi jiray ahaa qof inuu naftiisa u han weynaado oo uu naftiisa dhigo meel sharaf leh ummaddana wax ugu jilan isaga iyo ehelkiisana wax ugu jilan ilaahay ha u naxariisto ilaahay inagana samriyey iman ha inaga siiyo ilaahay isagana ha u dambi dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt geerida nafali way dhadhamin waxaan maanta ka soo qayb galnay aaska abwaan maxamed ibraahim warsame oo loo garan og yahay abwaan hadraawi annagoo ah hogaamintii ka timiday deegaanka soomaalida kana wadnay tacsida madaxweynihii dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo howlo shaqo oo ku maqnaa u iman kari waayey inuu ka soo qayb galo tacsida annagana soo wakiishay oo na soo diray inaan markaa tacsida ka gaadhsiino eheladii qaraabadii soomaalilan iyo geyga soomaaliyeed ee uu ka baxay laibrariga maanta ka baxay ummadda soomaaliyeed abwaan hadraawi waxaan ilaahay uga baryaynaa abwaanka inuu naxariista janno ka waraabiyo inuu ilaahay nabigiisa maxamed alla xidhiiriyo calayhi salaatu wasalaam oo ehelu janno ka dhigo sidaan kaano een ognahay in aada ula soconay taariikhdiisa abwaanku isagoo nool buu hadlayey oo taariikhdiisoo dhani ay caddayd inuu yahay qof muxsina oo dadka isku keena oo isku soo dhoweeya oo wadaniya oo dad iyo daljacaylku aada ugu badan yahay inuu ahaa way caddayd sababta maanta isu keentay weeyaan geyga soomaaliyeed ummadda ku nooloo dhan inay isugu yimaadaan maanta geeridiisana ay ka soo qayb galaan annaguna ka ergeahaan waxaan u libidnay inaan ka soo qayb galno markaa janaasada ama aaskaasi marxuumka naxariis janno allaha ka waraabiye aan ka tacsiyeyna gaar ahaana somalilan oo aan maanta u ku geeriyooday oo ka tirsanaana soomaalina meel kastoo ay joogtaba maanta inay u agoomowday oy tabi doonaan abwaan hadraawi waa la wada ogyahay waana tiir ka baxay sugaanta keliya maaha murtida soomaaliyeed waxa weeye tiir weyn oo ka baxay weliba af soomaaliya keliya kuma qorne murtidiisii luuqado badan oo kale in lagu turjumayna waad ogtihiin maanta cid kasta ay murtidiisa adeegsato marka insha allah maanta waa inaga tegay isagu laakiin murtidiisu waxay noqon doontaa mid jiilka jiil aynu isku sii gudbino oo geyga soomaaliyeed iyo luuqadaha kale lagu turjumayba la sii adeegsan doono ay noolaan doontay noqon doontaa insha allah dhammaantiin marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin ehelada iyo qaraabadana waxaan leenahay samiryam allah inaga siiyo isna jannada allah geeyo aamiin aamiin aamin jabuuti ka yimid magacooga ku hadlaya waxaan ka soo qayb galnay geeridan walaalkeen maxamed
إبراهيم ورسمة أو محمد إبراهيم ورسمة غويس كمو بحن أو كلية سومالي لاد أو كلية كمو بحن إنت أف سوماليغا وذاكتو أو إدل يكوى برتي أف سوماليغا كوى ويجران روسو يان مغادرة أف سومالي كوادلة يو أن يكوى أن رويجيان جيبي إنتي أف سومالي أن دريني سي أو إدل أيا أو كبا إلى أن حريستو إلى هيبا وين نين وين أيوها أب صوماليا روح وين كسو بيري كسو دري ومانتا أنتي أب صوماليا دليني سو دل باقيري يسن إلى هاي هون حريستو نحريز زنو إلى هاي هاقيو انتو جوابينا أن هون بو تريني أب صوماليا هون قربة دومو هاينا قفوال أو باهم أيو قربة دوها adduunka haysto maanta inta haysto anti wuxuu haysto ka ugu horeeyay baahan oo arko uu siinayay oo nin adduunkani waxba ayaa dunidu aanay lahayn ayuu ahaa ilaahay aanu naxariisto naxariis zarno ayaa la najin la farduuso ilaahay ay ka waraabiyo ummada reer Soomaaliland ina aan ka niyo Soomaali oo idil inta af Soomaaliga danayso idil laba ka taasiin ilaahay وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وإنا لله وإنا إليه راجعون أبا نلانا هاي إساقين نوغل بندونا وكنا غنينا إلى هاي محروم مرحوم كاسي وحا إنو كالقد بون دعو أن سامحنو أنو دعينو تلمان كستولا بحيوه ما لا سوغي كارو كان او اها تلمان قره بان بحينيا وحمانتا قاي صاحب وحمانتا قاي صاحب صاحبكم معها صاحب انيقا كليا معها صاحب قفف او كليا معها صاحب بالات معها صاحب امدات او كوكوبن إن توردن وصاحب آدمي قدومك كتل مامي أراه ديسة وآنو أنه نوغس مدعى صاحبك قفك صاحبك كوحدة صاحبك دلك صاحبك أمد الصوماليات صاحبك آدمي قدومك وحد لي إرقيس أجري صاحبك عدالته صاحبك دلمديدك صاحبك تاغيريد وحسن صاحبك مسكح ديسة فلسفة ديد كسوري كسر بابي لكاديد كسمتي ميل والبا او آدمي وكوضا دعضي او آدمي وكوضا أخرستو او أن أفكا صوماليات كوكوبنان صاحبك الدونك إلى هون حريستو آمين أهل كنا الله كسمير سيو ومدى إيا أصحابتنا الله كسمير سيو إسا كنا إلى هاي حكومنا إستونا حريستيسا سؤاشو أفضوداتا قبرقو أنورا مالين تبعثيقا أو إلى هاي أيسيرو حسابتا آمين آمين إنا لله وإنا إليه راجعون وحوي وحول رسولك عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل تجابو يحنون الدنيا عيد أي صوم برتوه وحقوه الرأي أنبياء ثم الأمثل فالأمثل طب نقف ولي بقفك وحق إلهي كقرد ويكشي حقوه أي هذا فيرت الدنيا يدبات دودو أي كوبا داتا وحاين حاسوسا هاي الله أن حريستو محمد إبراهيم مرسبة أتراوي سمد دائر لها تجاوين حنو بضن يدباتوين الدنيا إلي سومرين
intaana waxa weeye adoomaha Ilaahay jecel yahay ayay soo maraan waxa dhacda ama la arkaa adoon adoomaha Ilaahay ka mid ah dhibaatooyinka iyo hanuunka iyo hadafyarta soo maraysa daraadeed in uu Ilaahay hortago maalinta uu la kulmayo isagoo saxar wax la'eg oo dambihi aan la socon sidaas ayaynu u tirinaynaa الله أن حريصة محمد رأي برسبة أنه ما أنت رجيني ولا نزكي على الله أحدا ندوم هيسا إله أمان من النقوة إن إساقا أو سحر نحن نغطين دنبي أن لحين وإلهي لكل ميو اللهم اغفر له وتغمد بواسع رحمتك واسكن فسيح جناتك اللهم أكرم مثواه اللهم طيب ثراه اللهم اجعل غبره روضة برياض الجنة بير كم إذا بيرت الجنة إلهي قدك هو قدقو اللهم اجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلهي إنك مقضي أجر كيسة قداشي أبدا بدينا إلهي إنما فتنا إيوه ميلتنا إنما مريوه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. هذا هذا او كهذا بشي اوردن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان